تنوائل، يعني شايف ان هي مباراه كره قدم، ولا شايف ان الامور النهارده خارجه عن النطاق؟ شايف ان في لوائح، شايف الحكم تعامل مع اللوائح عادي باللي هو اتعلمه، امور طبيعيه. لا، اتنين لعيبه مش قادر اجتهد اقول اللعيبه اتطردت ليه، انا مش عارف في الفاظ ما فيش الفاظ، شايف المشهد ازاي؟ اكيد طبعا يا كابتن، القرار اللي الحكم خده النهارده وطرد اتنين لعيبه، هو يعني مش هيعمل كده عشان يبوظ الماتش يوصل للاحداث اللي وصلت دي، انما المنظر اللي شفناه في اخر الماتش طبعا صوره سلبيه وصوره سيئه جدا عن الدوري المصري، والناس كلها بتتابعه دلوقتي والناس مهتميه بيه. المنظر اللي حصل والشكل اللي طلع بيه نادي المقاولين، لا طبعا شكل مؤسف. كان لو كمل الماتش واتغلب 5-6 ايه المشكله؟ عادي، في فرق زي ما كابتن عوده قال اتغلبت 5-6 وكانت كامله قدام النادي الاهلي، فما فيش مشكله في النقطه دي. انما الطرد، لا انا الوم اكبر، يعني كابتن حسام لام على كابتن عوده في انه شحن اللعيبه شويه، انا بلوم على الاثنين اللعيبه اللي طردوا دول، الاثنين لعيبه خبرات، احمد علي ومودي الاثنين كانوا بيلعبوا في الاسماعيلي ولعبوا في الزمالك، ومودي احمد علي لعب في الزمالك، فعندهم الخبره يقدروا يتصرفوا في موقف زي ده. ايه المشكله لما يدخل فيه الجول في النادي الاهلي، خاصه ان احنا كلنا اجمعنا ان الهدف صحيح يا كابتن؟ مش يعني انت ليه العصبيه وليه النرفزه دي من اثنين لعيبه عندهم خبره، مش لعيب صغير مثلا يعني. فاللعبه كانت واضحه وصريحه جدا، الكره وقعت من ايد ابو سعود، ابونا كمل وجابها جول، فالعصبيه ما كانش ليها لازمه من الاثنين اللعيبه اللي عندهم خبره يعني. فانا شايف ان التعامل اللي حصل من لعيبه المقاولين، الكابتن عوده عمل الحوار اللي حصل في اخر المباراه ده عشان النتيجه ما تزيدش. الهدف سليم يا كابتن؟ الهدف سليم طبعا، الكره اتشاطت من عبد الله وقعت من ايد ابو سعود، كمل فيها ايفونا، يمكن مدافع المقاولين اللي خبط في ابو سعود ادى ايحاء ان الكره مثلا فاول او كده، انما الهدف صحيح طبعا. كابتن شوقي.